السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من اليوم السبت 9/2/2024، آسف، بداية من يوم السبت 10/2/2024. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر اللهم ارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم السبت او يوم السبت 10/2/2024، بداية الجولة 24، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، من فضلك زود ساعة. لو عايز توقيت الإمارات وسلطنة عمان، من فضلك زود ساعتين. لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب، من فضلك قلل ساعة. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا، من فضلك قلل ساعتين. متابعين الكرام، مانشستر سيتي في مواجهة ايفرتون، المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، 3:30 عصرا أو مساء توقيت مكة المكرمة، والساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مانشستر سيتي وايفرتون، القناه الناقله للمباراه قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى. بعد كده عندنا 1 2 3 4 5، خمس مباريات في نفس التوقيت، الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. فولهام هتواجه بورنموث، ليفربول في مواجهه برنلي، لوتون تاون في مواجهه شيفيلد يونايتد، توتنهام في مواجهه برايتون، وولفرهامبتون في مواجهه برنتفورد. الخمس مباريات زي ما قلنا في نفس التوقيت. طيب، او المباراه الاساسيه معانا هي مباراه ليفربول امام برنلي على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى، توتنهام وبرايتون على قناه بي ان سبورتس اتش دي 2 الثانيه. تمام كده، نيجي بقى للثلاث مباريات المتبقيه. عندنا فولهام وبورنموث على قناه بي ان سبورتس اتش دي اكسترا 1 اكسترا الاولى، لوتون تاون امام شيفيلد يونايتد على قناه بي ان سبورتس اتش دي اكسترا 2 اكسترا الثانيه، اما ولفرهامبتون امام برنتفورد على قناه بي ان سبورتس اتش دي 8 او 9. طيب، عندنا نوتنغهام فورست هتلعب امام نيوكاسل يونايتد الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه، 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى. يوم الاحد الموافق 11/2/2024، ويست هام يونايتد هتواجه ارسنال الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى. ثم استون فيلا في مواجهه مانشستر يونايتد الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، 7:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى. ويوم الاثنين 12/2/2024، كريستال بالاس هتلعب امام تشيلسي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، 9 مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.